نرحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما اتكلمنا في بداية حلقتنا النهاردة عن أهمية جولة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الجنوب الإفريقي، واللي بتؤكد مدى ترابط الشعب المصري بشعوب الدول الإفريقية الشقيقة. بكل تأكيد هذه هي الزيارة وهذه الجولة بتأتي في إطار دعم مصر لجهود التنمية الأفريقية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الجولة وحصاد مصر الخارجي. معانا طبعا في الاستوديو منورنا الدكتور رمضان أوراني خبير الشؤون الأفريقية. دكتور رمضان صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك. في البداية عايزين نظرة شاملة ووافية لأهمية هذه الزيارة وهذه الجولة. الحقيقة أن هذه الجولة أهميتها تنبع من اعتبارات مختلفة. بداية فكرة تكريس دبلوماسية القمة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة كرس ما يمكن أن نسميه دبلوماسية القمة تجاه دول القارة الأفريقية. يعني حتى 2019 وقبل جائحة كورونا مثلت أفريقيا على وجه التحديد 30% من زيارات السيد الرئيس الخارجية. يعني تقريبا تحتل المرتبة الأولى في حركة السياسة الخارجية المصرية. وبالتالي هذا الجانب يهم المواطن الإفريقي والقارة الأفريقية وحتى الزعماء. بمعنى حينما تتعامل مع القارة الأفريقية على مستوى القمة أنت تقدم رسالة مفادها الاحترام التقدير والتبادل العلاقات على مستوى معين. الجانب الثاني في تصوري هو يتعلق بدول القمة نفسها. هذه أول مرة على مستوى الرئاسي تكون هناك جولة رئاسية لدول الجنوب الإفريقي. اعتادت حركة السياسة الخارجية المصرية تقليديا أن تكون متواجدة في دول حوض النيل الدائرة الشرقية. مع الجولات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بدأنا نجد منطقة غرب أفريقيا، بدأنا نجد منطقة الوسط الإفريقي، والآن نصل إلى منطقة مهمة جدا، منطقة الجنوب الإفريقي. أهمية الثالثة في تصوري تتعلق بأهمية دول الجولة الثلاث: أنغولا، زامبيا، موزمبيق. كل دولة من هذه الدول لها أهمية خاصة في منظومة العلاقات المصرية الأفريقية. زامبيا تاريخيا معروفة أنها تستضيف العديد من شركات القطاع الخاص المصري وهناك مشروعات متبادلة قوية جدا. أنغولا تسمى في الأدبيات السياسية كويت أفريقيا باعتبار أنها تمتلك ثروة نفطية ضخمة، وبالتالي دولة يعول عليها في التعاون النفطي ومشروعات الطاقة. موزمبيق تعاني تجربة صعبة جدا جدا في مواجهة الإرهاب، وبالتالي هي الحاجة إلى التجربة المصرية، وده كان واضح جدا جدا في اللقاء الصحفي والمؤتمر الصحفي بين الرئيسين أمس. وبالتالي هي بالتوازي مع هذا الجانب لديها إقليم كابو ديلجادو يضم ثروات نفطية ضخمة جدا تعمل فيها شركات فرنسية وشركات أمريكية، وبالتالي التعاون والتشبيك مع هذه الدول الثلاث يخدم عملية التنمية في هذه الدول، والأهم من ذلك يفتح نافذة مهمة للتواجد المصري مع دول الجنوب، خاصة أننا تاريخيا كانت مصر من الدول الداعمة بقوة لحركات التحرر الإفريقي في هذه الدول الثلاث. وبالتالي أنا الأوان للأجيال الجديدة سواء في مصر سواء في أفريقيا أن نعيد إحياء هذه الذاكرة. طيب يا فندم، لو توضح لنا التواجد المصري في هذه الدول حاليا شكله عامل إزاي، والمتوقع طبعا بناء على هذه الزيارة الهامة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اسمح لي حضرتك، التواجد على المستوى السياسي والمستوى الدبلوماسي قوي جدا جدا. وهناك يعني ربما ذكرنا أننا منذ دعم حركة التحرر فترة الخمسينات والستينات كانت مصر متواجدة، استضافت كافة زعماء التحرر الوطني خاصة من أنغولا وموزمبيق في القاهرة. يعني دائما نحن نفتخر بأن لدينا في مصر الجمعية الإفريقية التي استضافت كافة زعماء النضال الوطني في أفريقيا. هذا المبنى التاريخي خرجت منه الإذاعات الموجهة التي كانت تدعم رسائل الاستقلال والتنمية في دول القارة الأفريقية، خاصة من قادة زعماء التحرر، وتخرج باللغات الإفريقية وليست باللغة العربية فقط أو اللغة الإنجليزية، تخرج باللغات المحلية الإفريقية. فده كان داعم وموروث مهم جدا جدا. مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت دبلوماسيا بعد استقلال هذه الدول الثلاث وفتح السفارات. الدعم السياسي والتوافق في الرؤى كان أحد المظاهر الأساسية. الاشتراك في تجمع مهم جدا جدا خاصة مع موزمبيق ودولة زامبيا في تجمع رئيسي وهو تجمع الكوميسا. صحيح. باعتبار التكتل الاقتصادي الأبرز في القارة الأفريقية، يعني لدينا 21 دولة في هذا التكتل. إذا جمعنا معه تكتل ثاني مهم استضافت مصر قمة له في 2015 وقمة التكتلات الثلاث التي تضم الكوميسا، السادك والإياك، تضم تقريبا 26 دولة أفريقية، نصف القارة الأفريقية، قرابة يعني 4 تريليون دولار على الأقل من الناتج القومي في القارة الأفريقية. كل هذه الأهمية تؤكد بدرجة كبيرة حجم العلاقات. كمان ستشارك في القمة 22 الكوميسا في زامبيا، وأيضا تسليم رئاسة دورية لمصر. ده كان أحد الملفات المهمة بتصوري
اللي هو ان مصر تولت رئاسه الكوميسا خلال العامين الاخيرين. انا في تصوري القضيه هنا ليست على المستوى البروتوكولي او الدبلوماسي فقط، ولكن يتعلق بجانب مهم، ان مصر ترأست القمه وتحديات صعبه تواجه القاره الافريقيه. القاره واجهت ازمتين دوليتين غير مسبوقتين، ازمه جائحه كورونا على مستوى العالم، العالم كله وقف عاجزا في مرحله معينه، تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه وتاثيراتها على قضايا الطاقه والغذاء في القاره الافريقيه، ازمات السلم والامن في القاره، يعني خاصه من دول الكوميسا لدينا دول لديها ازمات ممتده، لدينا الكونغو، لدينا موزمبيق، لدينا ازمات في اريتريا، لدينا بعض الازمات في دول الجنوب الافريقي. يضاف الى ذلك ازمه موجوده بشكل دائم على ملف القاره الافريقيه، وهو ان القاره اصبحت محطه للتنظيمات الارهابيه في العديد من المناطق، وبالتالي حينما تتولى مصر رئاسه الكوميسا وسط هذه التحديات ونبدا بالانجازات التي تمت خلال عامين، اتصور اننا سنكون امام تحدي رئيسي. طب دعنا نذهب الى الانجازات بعد التحدي. صحيح. انا في اعتقادي ان مصر قدمت اربع انجازات اشار الى السيد الرئيس في الكلمه الرئيسيه امام الكوميسا، بل اشارت اليها الامانه العامه للكوميسا واشادت بالدعم المصري فيها. ربما ابرز انجاز في تصوري هو خلق تشبيك ما بين منطقه التجاره الحره الافريقيه والتجمعات الثلاث الإقليمية التي تحدثنا عنها، الكوميسا والسادك والإياك. أهمية هذا المنظور أن من حسن الحظ أن مصر حينما تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 كانت تشين منطقة التجارة الحرة في يناير 20 مع الرئاسة المصرية، وبالتالي حينما تحدث هذا التشبيك الاقتصادي مع تجمع يضم 26 دولة وتجمع يضم 21 دولة إفريقية، النجاح الأساسي كان في الوصول بحجم التبادل التجاري بين دول الكوميسا إلى 13 مليار دولار، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ الكوميسا. الأهم في تصوري أننا نجحنا على مستوى المصري في الوصول بحجم التبادل التجاري مع الكوميسا 4.3 مليار دولار في عام 2022. إذن ده رقم مهم جدا جدا. الجانب الثاني في تصوري وهو إعادة مصر طرح مبادرة التصنيع الإقليمي في دول القارة الأفريقية، ودي كانت مبادرة في غاية الأهمية لأنها تبنتها الكوميسا أيضا، وهي مبادرة للتصنيع في إفريقيا على مدار 10 سنوات 2017-2026. أهمية هذه المبادرة أنك تبني على فكرة الميزة التنافسية لدول القارة الأفريقية، كيف تستفيد من كل ميزة تنافسية. وهنا أحب أن أنوه لنقطة مهمة، أن الرئاسة المصرية للكوميسا أرادت أن تستغل التحديات التي تواجه القارة الأفريقية لتفعيل مبادئ ومنظومة إفريقية مهمة جدا. بمعنى دائما في العلوم السياسية التحدي أو الأزمة تخلق فرصة، هذا ما حدث في أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، أنها دعت إلى تفعيل الأدوات الإفريقية، يعني لا داعي أن نعتمد على الآخر، لا داعي أن نعتمد على القوى الدولية في حل أزمتنا، بل يجب أن آن الأوان أن نبدأ في تفعيل أدوات إفريقية للتعاطي مع الأزمات. ومن هنا كانت المبادرة الثالثة وهي مبادرة توطين صناعة الدواء واللقاحات في أفريقيا، وعرضت مصر بشكل كبير فكرة تصنيع 30 مليون مصل أو لقاح لمواجهة الأوبئة في قارة أفريقيا. فدي كانت مبادرة ثالثة مهمة جدا جدا. المبادرة الرابعة أو الإنجاز الرابع في رئاسة مصر للكوميسا يتعلق بدرجة كبيرة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وهنا الإشارة إلى أن مشروعات البنية التحتية في مصر هذه ميزة نسبية للقاهرة، يعني مصر لديها في تصوري أربع قطاعات رئيسية تحتل بها ميزة نسبية في أفريقيا: قطاع البنية التحتية، قطاع الاتصالات، قطاع تكنولوجيا المعلومات، قطاع الصحة والدواء. فكرة إن إحنا دفعنا بدرجة كبيرة مشروع القار الكبير فيكتوريا المتوسط، نجاح الشركات المصرية بالتعاون مع الشركات التنزانية في إنجاز سد جوليوس نيريري، هذا كان إنجاز يحسب للاقتصاد المصري، يحسب للسياسة والدبلوماسية المصرية بالتعاون مع دولة تنزانيا. لماذا؟ هذا السد ليس مشروع اقتصادي فقط وليس مشروع كهرومائي فقط، ولكن أنا في اعتقادي هو مشروع سياسي مصري، لأننا أبعث برسائل مهمة لدول القارة الأفريقية أن مصر داعم للتنمية خاصة في دول حوض النيل، أن مصر مع التنمية في دول حوض النيل، وهذه الرسالة لها أهميتها أنها ترد على أي دعاوى مغرضة بقضية المياه بالنسبة لمصر في دول حوض النيل. فده كان جانب مهم جدا. آخر الإنجازات في اعتقادي وهو الطرح المصري الذي دائما يتعامل مع أزمات السلم والتنمية وإعادة الإعمار. القضية ليست في أن أنا أوقف صراع سياسي أو أنهي حرب، الأهم من ذلك كيفية إعادة الدول ما بعد الصراعات، كيفية إعادة الدول ما بعد الحروب، وهذا ما حدث في طرح مصر استضافة
مركز القاهرة لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراعات. جملة هذه الإنجازات للأمانة تحدثت عنها أمانة الكوميسا، أشار إليها السيد الرئيس في خلال القمة الماضية. عظيم. كل دولة لها أدواتها ولها مقدراتها ولها قدراتها كمان في التصنيع وفي التنمية وفيها مقوماتها كمان الأساسية، بتكلم عن دول القارة الأفريقية بشكل عام. إزاي يكون في حالة من التناغم والعمل المشترك لكي يتم الاستفادة للجميع أو تعم الاستفادة على جميع الدول على الأقل الموجودة في الكوميسا؟ أتصور أن القارة الأفريقية يعني تنعم بميزة مهمة جدا جدا، وهي تنوع الموارد والأدوات، ربما الموارد الطبيعية بالأساس وخاصة الثروات المعدنية، الثروات الطبيعية، العديد من المنتجات. كانت مشكلة القارة الأفريقية في مرحلة معينة هي الاعتماد بدرجة كبيرة على تصدير المواد الخام للخارج، ثم تأتي الآفة الأشد استيراد هذه المواد بأرقام مبالغة جدا من تصنيع من القوى الدولية. أنا أتصور أن مصر طرحت طرحين مهمين في السنوات الأخيرة. الطرح الأول يتعلق بتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، يعني إزالة العوائق الجمركية، إلغاء الرسوم الجمركية، وهذا مسألة مهمة. أهمية هذه المنطقة في تصوري، أنت تتحدث عن سوق 54 دولة، سوق قرابة 1,300,000,000 نسمة، بالتالي سوق ضخم جدا جدا. زي ما حضرتك تفضلت، هناك تنوع في الموارد، تنوع في الثروات، وبالتالي هذا يخلق ما نسميه الميزة النسبية لكل دولة من الدول. كل دولة لديها ميزة نسبية، يعني احنا ذكرنا مصر على سبيل المثال لديها ميزة نسبية في قطاع البنية التحتية والاتصالات، جنوب افريقيا احد الدول بشري كمان. وسوق بشري بالضبط، يعني سوق بشري تقريبا اغلب الشركات الدولية والعالمية تبحث عنه بدرجة كبيرة. جنوب افريقيا كقوة اقتصادية وصناعية في القارة الافريقية، لدينا بعض الدول الرئيسية، نيجيريا، غانا، السنغال، في الشمال لدينا دول المغرب العربي بالذات في قطاعات الصيد، قطاعات صناعة الغاز، وبالتالي فكرة التشبيك. لكن هذا التشبيك يحتاج في تصوري إلى فكرة الإرادة السياسية التي تجمع هذه الدول. القضية ليست في الموارد، أفريقيا تتمتع بالموارد منذ عشرات السنوات. فكرة الإرادة السياسية وأن يكون هناك مشروع قاري يضم القرى. وبالتالي أنا في اعتقادي أن مصر نجحت في فكرة مهمة اللي هي تربط بين رؤيتها لتنمية القارة الأفريقية والمشروع الإفريقي الضخم، وهو أجندة 2063، وهذا هي الأجندة الخمسينية التي تبناها الاتحاد الإفريقي في عام 2013، بأنه يبحث بالوصول بأفريقيا إلى قارة متكاملة اقتصاديا ومزدهرة سياسيا، ومن ثم كان مشروع التصنيع الإقليمي في قارة إفريقيا. طيب دكتور، يمكن الحقيقة دي نقطة مهمة جدا، وبجانب كل هذه الميزات التنافسية اللي حضرتك تحدثت عنها للقارة الأفريقية حسب كل دولة فيها طبعا، واحنا بنتكلم كمان عن انه يطلق على قارة افريقيا هي سلة غذاء العالم. نعم. فده يعتبر انه مفتاح. خلينا نعترف انه لازم لكل دولة، او هنتكلم على تكتل كتكتل القارة الافريقية، لازم يكون في ادوات ضغط او يكون عندها ميزة تنافسية تقدر ان هي تتعامل بيها امام العالم، زي ما بنتكلم على دول الخليج مثلا، البترول على سبيل المثال. نعم. بالنسبة لأفريقيا كل هذه الميزات التنافسية اللي حضرتك ذكرتها مهمة جدا وهيلة ومعروفة، ويمكن ده سبب أصلا الصراعات اللي موجودة أو التدخلات الخارجية فيها. عشان نقدر ننفذ كل المستهدفات دي ونوصل لأجندة أفريقيا 2063، عندنا نقطة مهمة جدا وهي فكرة الصراعات الداخلية الموجودة في هذه الدول الأفريقية. هي جبهة مشتعلة، إذا نظرنا إلى الصومال، إلى السودان، حتى مؤخرا ليبيا، أفريقيا الوسطى، كل دي مشاكل أعتقد أن احنا لازم نصل فيها إلى حل كقارة أفريقية بدون السماح بتدخلات خارجية. بالضبط. فلازم نصل لحل مشترك بين هذه الدول الأفريقية عشان نقدر أن احنا نخرج بهذه الميزات التنافسية أو نستغلها عشان نقدر نوصل اللي احنا عايزين. ربما ما تتحدثين حضرتك عنه ترجمته بدرجة كبيرة فكرة الشراكات الدولية. يعني أفريقيا من يريد أن يعرف حجمها في العلاقات الدولية في اللحظة الراهنة، لدينا مؤشرات كثيرة جدا جدا. فكرة الشراكات الدولية التي أصبحت تعقد مع القارة الأفريقية، أفريقيا لديها تقريبا 12 شراكة دولية، ده جانب مهم جدا جدا. وبالتالي القوى الدولية حينما تتحرك لأفريقيا على مستوى الشراكة، شراكة استراتيجية، ليس من باب أعمال الخير والبر ولكن من باب المصالح الاستراتيجية. جانب تاني، مؤخرا طرحت أفريقيا مبادرة إفريقية ومصر أحد الأعضاء فيها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، مصر وجنوب افريقيا والسنغال وجزر القمر واوغندا. جانب ثالث في تصوري، القمم التي عقدت في السنوات الاخيره بين افريقيا والقوى الدوليه. لكن رغم كل هذا الجانب المضيء انجاز التعبير،
لكن هناك جانب القوى الدولية تدركه جيدا في التعامل مع أفريقيا، ليس اقتصاديا فقط ولكن فكرة القوة التصويتية لقارة أفريقيا. أفريقيا يعني في الأمم المتحدة 54 دولة. هذه القوة التصويتية تقريبا هي القوة التصويتية الثانية بعد آسيا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ميزة أفريقيا أنها تصوت بشكل جماعي. دائما الاتحاد الأفريقي في قممي في اجتماعاتي بيتبنى دعم مثلا مرشح معين لمنظمة دولية ما. ميزة أفريقيا أنها تدخل بشكل تكتل جماعي توافق. وبالتالي أي قوة دولية يهمها بالأساس أن تكسب هذا التكتل، إذا أرادت قرار دولي معين، إذا أرادت ترشيح مرشح معين له. وبالتالي حتى وجدنا مؤخرا الأزمة الروسية الأوكرانية، التصويت في الأمم المتحدة أفريقيا دورها مؤثر جدا، مش كل أفريقيا مثلا مع القرارات الأمريكية أو الأوروبية، في مواقف واضحة جدا جدا. عظيم. إزاي ممكن نعتمد على هذا التكتل في بناء علاقات وشراكات اقتصادية قوية مع دول أوروبية؟ ده عايزين نعرفه من حضرتك، لكن بعد الفاصل مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نكمل فقرتنا مع حضراتكم. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وما زال حدثنا عن الجولة الأفريقية اللي قام بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وبنتحدث كمان مع دكتور رمضان أوراني عن أهمية هذه الجولة. يمكن قبل الفصل يا فندم كنا بنتكلم عن سؤال مفاده أنه إزاي برغم كل هذه الموارد والميزات التنافسية لقارة أفريقيا ما زالت خلينا نقول القوة الاقتصادية لقارة أفريقيا مش بأفضل حال، وحتى الصراعات ما زالت مستمرة في القارة الأفريقية. يعني اسمحي لي أن أوجه حضرتك تحية لهذا السؤال مهم جدا، لأن للأسف القارة الأفريقية رغم كل هذه المزايا الاقتصادية لكن لديها العديد من الإشكاليات. ربما الإشكالية الرئيسية فكرة التنافس وعدم خلق التكامل، بمعنى أن كل دولة تعتمد على مواردها الذاتية وبالتالي تبحث عن تعظيم الفائدة المباشرة منها وليس فكرة تكامل اقتصادي إقليمي. ربما هنا كانت أهمية دعم والدفع في منطقة التجارة الحرة الأفريقية أحد النقاط المهمة. لماذا؟ لأننا إذا وجدنا حجم التجارة البينية الإفريقية بين الدول الأفريقية وبعضها البعض لا تتجاوز 20% بالمقارنة بأرقام تصل إلى 80-70% مع التكتلات الدولية. وبالتالي معالجة هذا الخلل أتصور أنه خلل مهم جدا جدا. الخلل الآخر في اعتقادي يتعلق بالصراعات السياسية. ما زالت يعني نعترف أن أفريقيا الآن وضع مختلف بالمقارنة فترة الثمانينات والتسعينات بحجم الصراعات السياسية والأزمات السياسية، يعني ما زلنا حتى الآن بنتحدث على 5 أو 6 صراعات سياسية، لكن ما زال تأثيرها تأثير قوي جدا جدا في العديد من الدول. النقطة الثالثة في اعتقادي تتعلق بالتحدي الإرهابي. يعني أفريقيا إلى الآن تواجه أصبحت تعيش حزام من التنظيمات الإرهابية، يعني لدينا في الشرق تنظيمات إرهابية القاعدة، لدينا في الغرب داعش، حتى في الجنوب، وربما هذا الذي أعطى محور مهم من محاور جولة السيد الرئيس فكرة الحديث عن التعاون مع هذه الدول في مكافحة الإرهاب. موزمبيق رغم أنها دولة غنية ولديها إقليم ثري بالثروات النفطية لكن هذا الإقليم يتركز فيه تنظيم داعش للأسف. تأثيرات تنظيم داعش الإرهابي لا تتعلق فقط بموزمبيق، للأسف امتدت إلى تنزانيا بالجوار، امتدت إلى دولة رواندا. وبالتالي كل هذه الأزمات التي تحيط بالقارة الأفريقية تجعل فكرة التكامل الاقتصادي المنشود ليست بالصورة المثالية. يضاف في تصوري نقطة أخرى مهمة، وهي ما زال حتى الآن في مستوى الصراعات السياسية، وربما جت أزمة السودان كاشفة لهذا الأمر، أن الاتحاد الإفريقي لا يملك برضو الأدوات الناجزة لحل الأزمات. يعني دائما يعني الاتحاد الأفريقي له لديه مؤسسات، لديه قطاعات كثيرة جدا جدا، لكن كسلطة فوقية فوق الدول لم نصل بعد إلى هذه المرحلة. وربما يعني أزمة السودان أن الاتحاد الأفريقي موجود في الآلية الثلاثية الموجودة في السودان اللي فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، ولكن رغم ذلك فشل في حل الأزمة السياسية في السودان. حتى الآن الأزمة تحل بأطراف خارجية. طب معلش في النقطة دي تحديدا، إذا حضرتك قلت من شوية أن الاتحاد بيمثل تكتل في التصويت الخارجي وفي نفس الوقت هو لا يمتلك السيطرة أو لا يملك السيطرة على الدول، يعني هو على المستوى الخارجي ربما هناك تنسيقات وتناغم باعتبار ان احنا نصوت بشكل متكامل وككتله، بينما هو على المستوى الداخلي فكره انه لا يمتلك ادوات. صحيح. يعني للاسف، وهنا برضو اسمح لي، مرتبطه بجانب مهم الموارد الاقتصاديه. يعني انا على سبيل المثال يعني في احد الازمات او الصراعات او الحروب انا محتاج قوه حفظ السلام على سبيل المثال،
ما زلنا حتى هذه اللحظة قوات حفظ السلام الإفريقية يتم تمويلها من خارج القارة الأفريقية، سواء مثلا من الاتحاد الأوروبي، سواء من اليابان، سواء من الصين، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى بعثات حفظ السلام نفسها تواجه مشكلة في التمويل. جانب تاني في تصوري أنا أعتقد موجود على المستوى السياسي، القارة الأفريقية لديها قوة إقليمية إفريقية، في كل إقليم من الأقاليم قوة سوبر باور زي ما بنسميه. يعني مثلا عندنا على سبيل المثال في شمال أفريقيا مصر والمغرب والجزائر، في الشرق إثيوبيا على سبيل المثال، في الجنوب جنوب إفريقيا، في الغرب لدينا نيجيريا، لدينا السنغال وغانا كقوة دولية. ما زالت برضو في بعض الأمور وبعض القضايا هناك نوع من التنافس. يعني حتى أحد الإشكاليات اللي تواجه قارة أفريقيا في اللحظة الراهنة، الحديث حتى مؤخرا في القمة الأمريكية الأفريقية في نهاية 2022 عن أمرين، دخول أفريقيا مجموعة العشرين الاتحاد الأفريقي والتمثيل الدائم لقارة أفريقيا في مجلس الأمن. إذا وصلنا لهذه النقطة، القارة الأفريقية من حقها بحكم هذا العدد بحكم هذا السكان يكون لها تمثيل دائم. يصبح السؤال من الدولة التي هي أولى بالتمثيل الدائم في مجلس الأمن؟ إشكالية حقيقية. يعني في هناك قوة إقليمية متنافسة بشكل أو بآخر، وبالتالي هنا فكرة الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي كانت أحد الأفكار المطروحة ابان مصر في رئاسة مصر في 2019، خاصة إصلاح سياسي إصلاح مالي، حتى فكرة التصويت داخل الاتحاد. الاتحاد برضو لديه إشكالية تتعلق بالتمويل في اللحظة الراهنة، ما زال عبء التمويل يقع على دول بعينها مصر، الجزائر، أنجولا، أنجولا، نيجيريا وجنوب إفريقيا، خمس دول هي التي من 54 دولة عبء التمويل حتى يقع عليها. وبالتالي حل هذه الإشكاليات، حل إشكاليات توزيع المناصب، أحيانا لا يوجد توزيع عادل في بعض المناصب. وبالتالي كل هذه الأمور في تصوري تجعل الصورة، إحنا بنتكلم عن صورة وردية على المستوى الاقتصادي، لكن على المستوى السياسي تصبح الصورة قاتمة نسبيا. يعني فندم برضو ده يضعنا أمام سؤال، إيه المانع من تحويل الفكرة التنافسية لتكامل؟ يعني لنا على سبيل المثال في الاتحاد الأوروبي أسوة مثلا موجودة، واحنا بنتكلم حضرتك تساءلت تساؤل مهم جدا، انه الدول الافريقيه بتصدر مواردها او يعني مواد خام لدول اخرى ثم تعود اليها بمبالغ اكبر بكثير كمنتجات على سبيل المثال. ما برضو ده يضعنا امام سؤال مهم، هل الدول الافريقيه عندها القدره على تصنيع هذه المنتجات، على تصنيع هذه المواد الخام اصلا؟ فهي دي الفكره، يعني اسئله كتير لازم نقف عندها عشان نقدر ان احنا نخرج بحل ناجز وحل حقيقي وفعال على ارض الواقع. ودائما هذا الذي تتحدث عنه مصر، يعني زي ما تابعنا من عده سنوات تحديدا كمان من اول 2019 او 2018 مع رئاسه الاتحاد الافريقي. نعم، يعني ربما حضرتك وضعت يدك على ازمه حقيقيه. انا في اعتقادي الازمه مدخلها مهم جدا فكره الاراده السياسيه. الدول الأفريقية فكرة أن يكون إن هناك إرادة سياسية لتكامل اقتصادي، أتصور ده جانب مهم جدا. الجانب الثاني، أفريقيا لديها قدرات في بعض القطاعات وفي دول وأغلب الدول الأفريقية للتصنيع، وأصبحنا نجد قوة اقتصادية قوية جدا جدا. مثال على يعني مثال بسيط جدا، حتى كمصر أحد القوى الإقليمية الفاعلة، لديك أربع قطاعات رئيسية جدا تستطيع أن تنافسي في أفريقيا بقوة وتضمني سوقا قوية جدا جدا. وهذه القطاعات يعني إلى درجة كبيرة لها تقدير واحترام على الصعيد الإفريقي. قطاع البنية التحتية، قطاع الطاقة، قطاع الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية. وربما هنا أنا أشير لطرحين مصريين مهمين جدا جدا. الطرح الأولاني حينما تحدثت مصر بشكل كبير في الكوميسا عن توطين الصناعات، دي مسألة في غاية الأهمية. يعني القارة الأفريقية ومثال حي جدا جدا توطين الصناعات الدوائية. تجربة الأوبئة في قارة أفريقيا جعلت هناك نوع من الخبرة التاريخية في التعاطي مع الأوبئة. يعني حتى اسمحوا لي، إذا نظرنا لحجم تداعيات كورونا عالميا وإفريقيا، أفريقيا أقل بكثير جدا جدا من دول كثيرة. يعني أفريقيا رغم وضعها الصحي والمتأخر عن دول كثيرة أوروبيا، يعني كانت تداعيات كورونا في أوروبا أقل تأثيرا أكثر منها في أفريقيا. بالضبط. لماذا؟ هل لأن القطاع الصحي متقدم؟ لا، لكن لديها خبرة في التعامل مع الأوبئة. خلاص في نوع من التعاطي المحلي، خلق ادوات محليه. وبالتالي هنا فكره تصنيع صناعه توطين صناعه الدواء اتصور ان كان احد الحلول المطروحه. ف
فكره على المستوى السياسي بجانب فكره الاراده السياسيه، فكره الحلول الافريقيه للازمات الافريقيه، ده كانت من الافكار المهمه جدا او المبادئ الرئيسيه التي طرحها الاتحاد الافريقي وتبنتها مصر في 2019، واشار اليها حتى السيد الرئيس في قمه الكوميسا مؤخرا، ان فكره كيف نبحث عن حلول افريقيه للازمات. وبالتالي هنا يبقى القضيه اراده سياسيه، استفاده من ميزه تنافسيه، الاهم في اعتقادي هو حل الازمات السياسيه، لان اسمحي لي السياسه هي مدخل مهم جدا جدا لمعالجه اي اختلال اقتصادي في القاره الافريقيه. ما زلنا حتى اللحظه لدينا ازمات سياسيه نسميها حتى ازمات ممتده لم يتم حسمها بدرجه كبيره، والاقتصاد ورق الضغط بالتالي ايضا على تغيير السياسات او على السياسه طبعا. بالضبط حضرتك. طيب عظيم، يعني نقدر نقول ان هذه الجوله عنوانها اقتصادي في المقام الاول والبحث عن فرص استثماريه، وهنا برضو عايز اتكلم عن دور القطاع الخاص في دول كوميس. يعني ربما انا اميل للرؤيه الشموليه للجوله، لكن اتفق برضو مع حضرتك في فكره ان الاقتصاد كان له جانب مهم. ربما اذا نظرنا من زاويه الكوميسا فقط يعني للجوله، اتصور ان جانب مهم جدا جدا، انت رغم كل العلاقات مصر التاريخيه مع هذه الدول الثلاث، رغم الدعم السياسي والدبلوماسي بين مصر وهذه الدول، رغم توافق الرؤى، ودي نقطه مهمه جدا جدا في علاقات مصر الافريقيه، ان دول الجوله الثلاث انغولا زامبيا موزمبيق هناك توافق في الرؤى بين مصر وهذه الدول، لكن حينما نترجم هذا الامر لارقام اقتصاديه لا نجد ان حجم التبادل التجاري، حجم التعاون الاقتصادي لا يليق بهذا التاريخ والميراث الضخم جدا جدا. يعني هناك مثلا على سبيل المثال انت تتحدث زامبيا، نتحدث قرابه 30 مليون دولار حجم التبادل التجاري، انغولا لا يتجاوز 20 مليون دولار، موزمبيق الارقام اقل بذلك بكثير. وبالتالي هنا فكره الجوله ربما ان تكون مقدمه مهمه جدا جدا لدفع التبادل التجاري مع هذه الدول، خاصه ان كان هناك حديث مصري واضح في الدول الثلاث عن اهميه الاستفاده من التجربه التنمويه في مصر خلال في 8 قطاعات رئيسيه، والاهم من ذلك الحديث عن الاف الشركات المصريه التي تستطيع ان تدخل السوق الافريقي. انا اعتقد ان الدول الثلاث فيها ميزه حاليا، وهي انها قامت في السنوات الاخيره بتعديل قوانين الاستثمار، ودي للامانه سمة في أغلب الدول الأفريقية، تعديل قوانين الاستثمار فيها بحيث أنها تجتذب الشركات الخاص والشركات العالمية. حتى سامحني سد جوليوس نيريري كان بشراكة بين القطاع العام المصري والقطاع الخاص، ودي كانت نقطة تحسب للتحرك المصري. أنت الآن تقدم نموذج، يعني لا تطرح طرح نظري فقط لدي شركات، لا أنا أطرح طرح عملي أن إنجاز أكبر سد في دولة تنزانيا بشراكة بين القطاع الخاص المصري والقطاع الحكومي، وبالتالي ايضا استطيع ان اصدر هذه التجربه. تجربه زامبيا في تصوري تجربه مهمه جدا. زامبيا تضم عشرات الشركات المصريه الناجحه في قطاعات مهمه جدا جدا. انا اتصور هنا فكره التوافقات السياسيه مقدمه مهمه جدا جدا. تأطير العلاقات على المستوى دبلوماسيه القمه وترسيخها هذا مهم قوي. لماذا؟ دعنا نكون صراحة، حينما تكون العلاقات قويه على مستوى القمه بتترجم في كافة المحافل، بتترجم يعني حتى لما يعني ذكرنا في مدخل الحلقة أن دبلوماسية القمة وإحياء دبلوماسية القمة يضمن نجاح. يعني على سبيل المثال الدول الثلاث هناك اتفاقيات للجان مشتركة عليا، حينما تعقد هذه اللجان المشتركة برئاسة قمتي السلطة هنا وهنا تضمن زخم، تضمن فعالية، تضمن تنفيذ للاتفاقيات. يعني لدينا مع هذه الدول عشرات الاتفاقيات في كافة القطاعات بالمناسبة وليست اقتصادية فقط، ولكن حينما يكون لها زخم رئاسي، حينما يكون لها لجنة عليا رئاسية، أتصور ده بيعود في النهاية بالمصالح للطرفين بكل تأكيد. وإحنا بانتظار طبعا مخرجات هذه الزيارة الهامة كما تعودنا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما كل زيارة أو كل نشاط رئاسي بيكون ليه مردود الحقيقة على أرض الواقع سريع وفعال يتوائم مع المخرجات، مخرجات زيارات سيادته. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور رمضان قراني خبير الشؤون الافريقيه، نورتنا في صباح الخير. شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا.